مشكير مشكو اثنين صح؟ دخل دخل بيدك الثاني دخل لا لا حط اول شيء هاي الخليه بدنا نحط لها ايش؟ نحط لها بيت ملك صح؟ مصر. هذا برواز هاي المسطره فيهاش ولا بيت ضابط وهاي ما فيهاش ولا بيت ضابط خلص هاي خلصنا منها هون في عندنا بيت بيتين ثلاث فعادة احنا نستخدم عوده زي هاي شايف؟ من هون شو طلعت؟ طلع بيت ملك تمام؟ هذا البيت الملكي شوف وين حطيناه هذا عسل وعلى الأغلب هون بيكون مثلا حضنة بنغرسه ايش؟ هيك زي كأنه بيت بركة طبيعي إحلال تمام وهات البرواز أساس إذا عندك ها موجود خلاص هات أعطيني 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 شوي 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 عليه شوي 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 الجو دافي فيش داعي للبشكير برواز اساس افردوا افردوا على الطاعة هاي هيك هيك ماشي تمام هذول مشان نرجع ناخذها هسه ونوديهم فبنيجي على اول خليه خلاص مشان نلغي علامتها هاي صح
يلا. شايف هذا البيت الملكي نغرسه هيك البلاستيك تفوت شوي لجوا وظل بوزه البين لبرا بحيث لما نقربه زي هيك يظل في مجال للعذرة تفقس. ممكن اخليه شوي مخلي زي هيك. امسكها. هاي حطينا لها شو نحط عليها؟ عليها عشوة مع ايش؟ مع حجر هيك اللي يتمناها وحطينا فيها البيوت على السريع. واذا في تغذيه المفروض ان نغذيها بس يلا دخل لازم حسبنا حسابنا هسه بس ننزل خيوط نعمل لنا مرتبانين تغذية نجيب لها ماشي او بدنا نقولهن على خلية متممة. كثافة مش عاجبتني كل الضخ اللي ضخيناه فيها. ناجح الكابولارو. شايف؟ بدك تقول عينات مش ناجحة. ماشي ناجح. الكثافة مش كويسة صراحة. كثافة النحل أنا مش عاجبتني. فهي لازم نقولها على خلية إيش؟ ثانية. خلية متممة خلص. خلية متممة قوية طابقين. محجوزة. هاي نفس الشيء. نسب نجاح. متواضعة. كان المفروض انه اخترنا خلية اقوى من هيك صراحة. يعني كاس كاسين ثلاث أربعة ننقلهن على الفاضيات اللي هناك. هاي بس نرجع هسه من تحت ماشي. على هذا النحل غلط تظل هون لازم تنتقل هاي لايش؟ لخلية متممة. اعطيني الداخون اعطيني الداخون. جيب المساطر معك هنحطهم كلهم وين؟ بالقفص تبعهم. فيها كثافة ممتازة هي صح؟ هسه بنحاول نعين الملكة أول شغلة دخل. خلي عينك على الملكة.
شغلها مرتب هاي صح؟ اه بس نلاقي الملكة مباشرة ايش؟ دخن شوي عند حركة ايدي دائما. هون شكلها الملكة على الاغلب. كيف مط البرواز والله هي عندها كؤوس هاي الملكة. طيب هات لي العاسلة الصغيرة هاي. طيب دخن. الحضنة مفتوحة. اه. دخن. عسل. نحل صار يجمع. بلش اه. دقيقة دكتور. ذكر ان لونه اشقر. دخن. هذا برواز بيض راح نحاول ننزله تحت. وهذا نبلش نفخه. هذول اثنين راح ننزلهم تحت. هذا دخن. هذا باقي حبوب اللقاح. شايف العجينة هسه احنا هاي الخليه مشان نضل ضاغطينها على الاغلب ممكن كمان نطلع لنا كمان برواز فوق نتفقد بيوت ملكية كمان ممكن يكون عندها رغبة تطريد كونها مضغوطة كثير. خليه هون. دخن دخن. هذا بيضيته بس بعد مش فاقس. احنا بدنا حضنة مفتوحة. نحاول نطلع حضنة مفتوحة فوق قد ما نقدر مشان تصير زي كأنها خلية متممة. دخن دخن دخن. لأنه بدنا نطلع احنا بدنا ننزل بروازين وبدنا نطلع بدالهن. كلهن كؤوس بس ما في يعني لغاية الآن إشي يخوف للتطريد. دخن. بس لاحظ معاي هذا مخربوا النحل صح؟ آه. ليش؟ لأنه عيرق الذكر. هذول يرقات ذكور. فالنحل مخربه. هذول لا. هذول بعدهن زي ما هن. ففي نية تطريد. لذلك يفضل إنه نفتشها. نفتش النحل كله.
خصوصا الخلايا القوية. هذا يرقات، ممكن نخليه على جنب، في وجه منه مفتوح وجزء منه مغلق، إذا لقينا أحسن منه بنطلع. زخ رحيق، شايف كيف العيون جوا مليانة عسل. الحضن اللي بتفقس قاعد النحل بيعبي فيها ايش؟ عسل. دخ طيب هذا هون هاي الملكة هون دخن هاتي كمان برواز هذا بولسترين بولسترين هون هات 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 مش مشكلة انه هاي ورا بولسترين ورا بولسترين عرفت كيف بدنا نجيب البروازين ماشي لا برويز هذول البيوت الملكية 1 2 3 4 5 6 7 هناك في ثلاث برويز صح ثلاث برويز معناته لازم نفضي كمان برواز اساس نخلي فيه وسع واحد اثنين ثلاث غادي اثنين المسطرة صح؟ المسطرة مش مشكلة المسطرة هسه بنبدلها هسه بنحط المسطرة اللي فيها نقص بنعبي فيها الباقيات عرفت كيف؟ والنحل الحاضن اللي فيها هذيك بدنا ايش؟ ان نعمل فيه نويات ونحط العذارة اللي معاي بجيبتي بدنا الفرشاي فرشاي وين؟ جيبها بعينك الله جيب الفرشاي وصندوق خمس براويز
اي عاسله، هات العاسله. هاي صندوق خمس براويز، هاي هون واحد. خلص اي شيء اي شيء. حطه هون عندك، ايوه مسك الداخون كويس كويس، اعطيني فرشه هي. يلا هسه بنروح على السياره، شو بنساوي؟ دخن دخن. خلص سكره؟ ها؟ سكرها؟ اه سكرها. جيب الصندوق هذا وتعال. سكر لي الشباك اللي وراي من ال... هسه لاحظ عاد شو بدنا نساوي. سكسك الباب من عندك اذا قدرت. نخلينا على قد ثلاث براويز، فيش داعي. لو هسه لو مثلا عندنا نقص من هذول، باخذ هذول اللي شغال هن حلو بحطهم هون. عرفت لي كيف؟ بس لانه بس عندي هاي المسطره، هاي فيها هون بيت هون بيت شغالات، بس اثنين بدنا ناخذ بس هذول اثنين. تمام، هاي واحد وهاي اثنين. خلص هذا في داعي له داعي هسه؟ لا خلص. خلص
حطه عندك تحت. و نيجي هاي كأس وهاي كمان كأس. بتحب الباقيات تسويهن نفس الشيء بصير، بس بما انه فيش عندنا ازمة للكؤوس ترى بنقدر نحطهم كلهم على بروازين صح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 42 بجنش على برواز واحد. فخلاص يعني ملزمين نحط ايش زي ما هن. بس خلينا نرجع للخلية. هذا زي ما هو. هذا مش راح انه في خلاص مزبوط خلص. المساطر ممكن يجن على بعض، فممكن لو فرغنا هذول كمان على واحدة وخذنا مسطر بصير يعني. بس خلص خلينا هيك، خلينا النحل يشتغلهن ماشي، خلينا نغطيهن ونروح على الخلية. يلا ما حنغطى بشكير هذا. دخل